أهلا بكم مشاهدي الكرام في المناظرة اليومية. يوقع وزير الداخلية الإسرائيلي على قرار يقضي بسماح الإسرائيليين زيارة المملكة العربية السعودية، إما لأداء مناسك دينية أو حتى لقاءات سياسية واقتصادية. هل بدأ تطبيق صفقة القرن الأمريكية ببداية الزيارات العلنية للسعودية رسميا؟ ألم يتحدث الشق الاقتصادي في مؤتمر المنامة عن تعاون إسرائيلي خليجي اقتصادي؟ ألا يأتي القرار الإسرائيلي ضمن سلسلة زيارات إسرائيلية صحفية للسعودية؟ في المقابل، ألا يحاول الإسرائيليون إثارة وحدة الصف العربي بخصوص القضية الفلسطينية؟ ألم يعطل الموقف الخليجي العربي الرافض للصفقة إعلان شقها السياسي مرات عديدة؟ أليست تغييرات داخلية سعودية لا علاقة لها بتطبيع العلاقة مع إسرائيل؟ نبدأ المناظرة. في هذا النقاش أرحب بالسيد أشرف العجرم الوزير الفلسطيني السابق، مرحبا بك معنا سيد أشرف. وينضم إلينا دكتور إيدي كوهن الباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي. دكتور إيدي، دعني أبدأ معك، يعني لماذا يفرح الإسرائيليون وكأنهم وصلوا أعتاب المملكة العربية السعودية، وفي نهاية المطاف هو قرار إسرائيلي ولا يوجد يعني موافقة سعودية على إدخال إسرائيليين بجنسيات إسرائيلية حتى اللحظة؟ لا يعني مش استطفاء، هذا ارتياح، يعني انه المسار التطبيع العلني بدا منذ بضعه سنوات، ويعني خطوه اليوم يعني فيك تقول خطوه اضافيه انعملت في هذا التوجه الصحيح. هناك الان يعني السعوديه من قبل المسلمين اللي عندهم جواز اسرائيلي كانوا يجوا يوصلوا على الأردن وياخذوا جواز أردني ويدفعوا أموال ويفوتوا بجواز أردني. الآن المملكة العربية السعودية تعترف بالجواز الإسرائيلي، هذا في اعتراف مبطن بدولة إسرائيل، يعني شئت أم أبي أم أبيت، هذا اعتراف بصاحب الجواز أنه أنت دولة إسرائيل، في دولة اسمها إسرائيل. من قبل كانوا يجوا يعني كأنهم منهم مواطنين إسرائيليين يأخذوا جواز لسي باسي أردني. الآن المملكة العربية تعترف، وحدا الوقت لكي تعترف أنه الإسرائيلي يمكنه الدخول إلى الأراضي السعودية. ماذا تعني الخطوة الإسرائيلية؟ يعني هي خطوة أولى نحو المملكة العربية السعودية، ماذا؟ هل هي بداية الزيارات الحقيقية لجنسيات إسرائيلية؟ هذه بداية. الآن يعني مقتصر على الحجاج، بعدين برجال الأعمال، عم نحكي عن الإسرائيليين المسلمين، بعدين المسيحيين، بعدين اليهود. يعني ما بدهم أنه الشعب ينصدم. أنا عم بلاحظ بالسنوات الأخيرة في كتير إعلاميين سعوديين يمدحون نتنياهو. أنا بتذكر من سنتين العتب عليك نتنياهو لنرضى، لا تذكر شو كتب، بس كتب يعني مدح نتنياهو. هناك مدح لسياسة نتنياهو، هناك تقارب، هناك زيارات متبادلة، هناك أنا على يعني أكيد أنه في زيارات سرية لم نسمع، لا نسمع عنها وراء الكواليس، وهذا شيء خير. ولكن بس جملة واحدة، هذه صفعة للفلسطينيين، هذه صفعة قوية للفلسطينيين الذين دائما منعوا، يعني حاولوا أن يمنعوا العرب من التطبيع مع دولة إسرائيل. طيب سيد أشرف، أنتقل إليك، يعني أليس قرارا إسرائيليا ضمن سلسلة قرارات تأتي في خضم زيارات عديدة من قبل يعني إسرائيليين المملكة العربية السعودية؟ يعني أنا رأيي أن فرحة السيد إيدي كوهن كانت مبكرة وقبل أوانها، حتى الآن لا يوجد رد فعل رسمي سعودي على الخطوة الإسرائيلية. إسرائيل تريد أن توحي بأن العلاقات مع الدول العربية بدأت تنفتح والتطبيع على أوجه وإلى آخره، هذه خطوة إسرائيلية فقط وحديث الجانب، يعني لا يوجد حتى اللحظة قبول سعودي لدخول إسرائيليين بجوازات إسرائيلية حتى اللحظة. وكل الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل الذين يذهبون لدولة زيارة السعودية يذهبوا إما بجوازات سفر أردنية أو فلسطينية حتى يدخل السعودية، وغير ذلك لا يوجد. بالتالي نحن نرى أن هناك مبالغات كثيرة، مثل تقرير القناة 12 التي أتى فيها صحفي تحدث الإنجليزية لم يحمل لوجو إسرائيل، وقالوا صحفي إسرائيلي زار ودخل كأجنبي،
والناس اللي بالشارع لاقوه وعملوا معه مقابلات، أنا شفت التقرير كله، لم يذكر إطلاقا أنه له علاقة بإسرائيل، ولم يتحدث عن إسرائيل، وتحدث عن السعودية، والناس تعاملوا معه كصحفي أجنبي. بالتالي هم بيحاولوا المبالغة. وأنا أقول شيء آخر، بعد إعلان صفقة القرن سيكون أصعب بكثير على الدول العربية وعلى المواطنين العرب أن يستوعبوا وجود الإسرائيليين لديهم، خاصة إذا إسرائيل ذهبت إلى غور الضم، جزء من صفقة القرن هالخطوة، إذا ضم غور الأردن. وأنا أقول أسوأ من ذلك، لو قارنا بين عدد العرب الذين يأتون إلى إسرائيل الآن وبين الذين كانوا يأتون في منتصف التسعينات حتى عام 2000، هناك انخفاض هائل. لا غير صحيح، انخفاض هائل في عدد العرب الذين يأتون. لا، 7000 سائح مصري كان. هذول الأقباط جمش لكم. طيب مش بس لا 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 لا، تعملش منهم قصة، هذول حجاج أقباط جايين للقدس، لا علاقة لهم بإسرائيل ولا علاقة لهم بشيء. هذا أنت عملت منها قصة. عم نحكي عن عرب، مش عرب هذول. نعم، أنا بقول الزيارات التي تأتي إلى إسرائيل، التي تأتي إلى إسرائيل، الزيارة لإسرائيل، السياحة لإسرائيل، علاقات مع إسرائيل انخفضت بشكل كبير جدا. بالعكس، اليوم صار أصبح على الأنظمة العربية أصعب من أي وقت مضى للمضي قدما في التطبيع. أنا ما كنت شوف السعوديين، والدول العربية أصلا نفت تقارير إسرائيلية وأخبار، ونفت كلام نتنياهو. لكن منذ متى سيد أشرف كنا نشاهد يعني الصحفي إسرائيلي متواجد في المملكة العربية السعودية داخل الرياض ويستقبله سعوديون؟ يعني محمد سعود استقبل إسرائيليين مرات عديدة وهو يرحب بذلك علنا، والمملكة العربية السعودية لا تتخذ خطوات حتى بشأن هذا المطبع. لا، مش يعني لا اختلف ان هناك يعني نوع من السياسه والضغط الامريكي الذي ادى الى انفتاح تجاه اسرائيل، وعملوا قصه البعبع الايراني وصاروا يعملوا تحالفات مع اسرائيل ودخلوا، ولكن هذا حتى الان لم يصل الى مستوى لا تطبيع رسمي ولا تطبيع شعبي. حتى اللحظه لا يوجد تطبيع رسمي. وانا اقول لك سيكون صعب، لكن الجو بعد صفقه القرن ليس ايجابي، راح يكون أسوأ. بعد صفقه القرن راح يكون أسوأ بكثير على الدول العربية، حتى التي تريد، حتى المنبطحة تماما، حتى التي تسعى تبوس كنادر الأمريكان وغيرهم، سيكون صعب عليها أمام شعوبها. اليوم الأنظمة ليست في مستوى القوة الذي كان في السابق. اليوم هناك شعوب عربية حية تستطيع أن تفعل وتغير. دكتور أدي لحظة، يعني سأعطيك حق الرد، ولكن يعني ألا يرفع القبعة لمواقف الدول العربية والخليجية التي حتى اللحظة استطاعت برفضها لصفقة القرن أن تؤجل الإعلان السياسي عن هذه الصفقة؟ يعني عرض فقط شق اقتصادي وبقي السياسي الذي لم يعرض حتى الآن بسبب رفض الدول العربية والخليجية. لا لا، هذا ما له خاص للدول العربية. نحن للأسف صارنا سنة وشوي في مستنقع الانتخابات. يعني فخامة الرئيس ترامب لم يعرض هذه الصفقة من شان الانتخابات، هذا ما له دخل للدول العربية. لا بالعكس، العكس تماما. المشكلة انه يعني الدول العربية والخليجية توافق على الصفقة، تسارع في طرحها. شو ما بيقول ترامب الدول العربية حتعمل. هذا غير صحيح. ترامب هو الذي يأمر الحكام العرب بيقول لهم اقبلوها ما تقبلوها. شفنا مؤتمر البحرين اول شيء كيف بلشوا قالوا لنا لن نشارك، وانا بتذكر الاردن قالت لن تشارك، وكل والفلسطينيين قالوا لن نشارك. يعني كم دولة عربية قالت لن تشارك؟ حتى قطر شاركت. أنا قلت قبل شوي قبل بضعة قطر حبيبتكم يا أخوي، ما هي التطبيع وشنط المصاري موجودة كل يوم. أنا كنت في هذا الاستوديو، سوف يذهبون وهم صارعون، وبالفعل ذهبوا كلهم، حتى الأردن وحتى مصر. ومن أنا من أسبوعين سمعت تصريح للملك الأردن بيقول خلينا نشوف الأشياء الإيجابية من صفقة القرن. يعني لا تنكر هذا التصريحات، شفتهم أنا على التلفزيون. طب يعني عم تشوف هون في مخرج. شوف فخامة المصدر واشنطن، مصدر القرار عند الحكام العرب هو واشنطن. بس هذا كمان غير صحيح. لا أنا أقول لك واشنطن. أن واشنطن كمان خيبت أمل العرب. وأنا أقول لك بعد الضربة الإيرانية في بغداد 50,000 دولة عربية بتعد مليون مرة قبل ما تروح مع واشنطن حتى ضد إيران. أي ضربة؟ بعد الضربة للقواعد الأمريكية في بغداد. مالك أنت؟ الأمريكان الآن بدوا يحكوا عن جرحى وقتلى. العكس. لم تسقط الإدارة الأمريكية بصواريخ، اسمع، بصواريخ
أمريكية حديثة جزء منها عند إسرائيل، التكنولوجيا الأمريكية الإسرائيلية لم تسقط الصواريخ الإيرانية، هذا أضاء ضوء أحمر عند كل الأنظمة العربية. أمريكا لم تعد تشكل غطاء لأي نظام، أمريكا لا تحمي أي نظام، وأمريكا تدفع الدول العربية لخلافات بينها وبين جيرانها. مين موجود بقطر؟ مين موجود بالكويت؟ مين موجود بالسعودية؟ كلها قواعد أمريكية وبريطانية. قواعد أمريكية أرامكو ضربت لحماية السلاح الأمريكي، العرب مليارات الدولارات اللي اندفعت على ثد وأنواع متطورة من السلاح لم تحمي أرامكو من طيارات متخلفة دخلت أرامكو ضربت وعملت الهم. أمريكا فشلت يا سيد العزيز في حماية الأنظمة العربية، عشان هيك أنا راح وسائل الدفاع السعودية فشلت. شو خسر أمريكا؟ لا لا لا، أمريكا أمريكا دافعين مصاري للأمريكان عشان يحموا القواعد، باعوا لهم أسلحة استعملوها. لا لا، في قواعد أمريكية، أسلحة أمريكية بطواقم أمريكية، يعني منظومة ثاد الأكثر تطورا الأمريكان ما باعهاش للسعودية، يعني بعثوها مع طاقم. يعني هو يزعم أنه لا تأثير للأمريكان. صفقة القرن، صفقة القرن، راح تشوف كيف رد فعل العربي مختلف عن اللي أنت متصوره. لا لا لا، لن تجرؤ أي دولة عربية مهما كانت أن تقبل شيء لا يقبل به الفلسطينيون، لم تجرؤ. نحن تعودنا على تعنت فلسطيني. انتوا غفضوها قبل ما تشوفوا شو في وجوه. تصريح دكتور ايدي يؤكد ان الموقف العربي الى جانب صفقه القرن وسيطرح الرئيس دونالد ترامب، تصريح واحد بس هن رفضوها قبل ما يعرفوا شو محتواها. يا زلمه احنا محتواها انتوا اليوم بتحكوا عنها. لا ما حدا بيعرف محتواها اليوم، يمكن ترامب بس بيعرف محتواها. لما فريدمان السفير الامريكي في تل أبيب، سعاده السفير تبعك، هو سفير امريكا، سفير اسرائيل لدى اسرائيل، مش سفير اسرائيل امريكا لدى اسرائيل، فريدمان بيقول لك ضم، وفريدمان بيقول لك القدس إلنا، وفريدمان بيقول لك هاي ارض اسرائيل، وفريدمان عن شو هذا هو المحتوى، ولا حكى جرين بلات، ولا حكى كوشنير، ولا الامريكان. شاركوا في المفاوضات، لن نشارك في صفقة زبالة، لن نشارك في هاي، لا أسوأ من زبالة لسه، لن نشارك في رئيس امريكي اشتغل على سنة ونص. هذا الرئيس الامريكي جاي وراه جماعة بده يفوزوا، بده يتقعد بيغزل اسرائيل. الانجليكانيين في الولايات المتحدة الامريكية بدهم يدعموا ترامب، الان معركة انتخابية، بده نتنياهو يفوز، بنفس الوقت هو بده يفوز في الانتخابات الجاية. ولكن سيد أشرف، يعني أليست كل هذه التغييرات تأتي في إطار صفقة القرن؟ يعني موضوع التطبيع هذا وتطور التطبيع إلى هذا الحد لكي تصل الأمور إلى زيارة إسرائيليين المملكة العربية السعودية، بالتأكيد هذا في إطار السياسة الأمريكية الجديدة. السياسة الأمريكية الجديدة اللي هو انسوا موضوع تسوية سياسية وحل الدولتين والأبصر شو اللي بيحكوا عنه، وتعالوا نعمل علاقات. استغل في الواقع الخلاف العربي الإيراني ولعب من هذه. وأنا بقول لك الآن في مراجعات عربية وراح تشهد الآن يا سيدي، في هناك خط ساخن بين السعودية وسوريا، ولما بتحكي عن خط ساخن مش بس مبروك لهم، وهذا كلام يعني بشار أحد أسد حيزور الرياض، يعني مش يزور الرياض، زار أو ما زار مش هذا المهم. الموضوع أن الدول العربية يعني بدأت تعيد النظر في سياساتها التي كانت تأخذها، بما فيها الانصياع للإرادة الأمريكية وافتعال المشاكل مع إيران. أنت تحكي عن سوريا حليفة إيران وبتحكي عن تغيرات. أنا بقول لك راح تشهد سنة 2020 تحولا في مواقف الدول العربية تجاه الخط الأمريكي اللي كيف ترد على ذلك؟ تمنيات، يعني تمنيات. أنا لا أعتقد أن السعودية التي يعني التي ساهمت سترحب السعودية بصفقة القرن، الأردن سيرحب، مصر سترحب. شوف، ما عندهم الخيار، لا خيار لهم، لا خيار لهم. شو يجبرهم؟ شو بده يجبرهم يوافقوا؟ سؤال، اقنعني، ايش بده يجبر الاردن يوافق؟ والاردن يعلم تماما، وحكاها الصفدي وش اسمه، انه قالوا اذا اسرائيل ضمت غور الاردن هذا راح يوقف كل العمل بالاتفاقات مع شو اسمه. وحتى في تحليل اسرائيلي بتقول لك انه الاردن حد ادنى راح يجمد الاتفاق مع اسرائيل. ترامب يملك مفاتيح كرسي الحكام العرب، ما يعني ما فيك تنكر، بيبتزهم ومش بيبلغهم، يعني هو عنده المفتاح، هو عنده المفتاح
يا بيفتح المفتاح واذا يعني بيسكر المفتاح بيسقط الحاكم العربي. مش صحيح. وبيسقط الحاكم بدليل العربي بدليل انه ما ساعد ولا نظام عربي، لا ساعد في اسقاط الاسد ولا ساعد في ليبيا ولا ساعد في اي مكان، هم بس دمروا انظمه عربيه، دمروا العراق ودمروا ليبيا والى اخره. التجربه العربيه دكتور ايدي اثبتت بان عندما يخرج الشعب ضد النظام والحكومه وتسقط الحكومه تقف الولايات المتحده الامريكيه بالحياد حتى وان دعمت هذا الحاكم العربي في مرات سابقة. لا يعني بس هذا ترامب، هذا سياسة جديدة. انتوا انسوا شو كان في الماضي، اوباما وكارتر والديمقراطيين والليبراليين. اخرى تقديرات سياسية، ما فيش اي انسحاب، ما في انسحاب، راح يطلع من سوريا العكس. من العراق عندك بالشوف الانسحاب زاد الهيدا، وهلا في راح يطلعوا لنا تقارير انه في بالسعودية وفي 500 مليون دولار دفعوا لهم. يعني في تقارير لا اعلم اذا صحيحة ما لا، بس الصراحة انه الحكام العرب لا خيار لهم، ما يعني هن ما بيقدروا يقرروا ايه يا لا، يعني عليهم اذا كان ما تقوله صحيحا بالنسبه للحكام العرب فليذهبوا الى الجحيم، لانه هذول لا يسوى الكراسي، يعني لا يسوى الكراسي اللي قاعدين عليه. لانه لا 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 ما عيب، فيش عيب اذا واحد بيعتمد في وجوده بين شعبه وبين دولته على دعم أمريكا فليذهب إلى الجحيم. هذا لا يمثل شعبه. ليش؟ هذا لا يمثل شعبه. ليش؟ خليني أفسر لك. خايف من مين يعني؟ مشان القضية الفلسطينية مش بأولى الأولويات يعني. الحكام العرب نعم. لماذا لم يأتي بنتنياهو ليزور كل دولة عربية؟ نتنياهو مناه أن يذهب للسعودية وأن يذهب لقطر. أول شيء كيف وأن يذهب لقطر كل الحكام العرب؟ هل نحن نعلم ماذا يفعل نتنياهو لما كان مثلا من سنة بسلطنة عمان؟ ما عرفنا، حتى نشروا التلفزيون العماني هذه الزيارة وفحاوته. هل نحن ما نعرف شو في وراء الكواليس؟ يعني لا أنا ولا أنت. يعني في تقارير قالت أنه ولي العهد السعودي التقى مع نتنياهو في الأردن من سنتين أو أكثر شوي، لا أعلم إذا كان صحيح أم لا صحيح، لكن هناك إشاعات. شو بدي أقول لك، الحكام العرب عندهم أولوياتهم، أولوياتهم هي بلادهم، هؤلاء مواطنين حكام. أمريكا اللي بتعطيهم بلادهم، أمريكا بتنهبهم. الأمن شوف أمريكا قديش الأمان يا حبيبي، فيش أمن يا رجل، الأمان كذب. هذا الأمن النظام قدرت تحمي أنظمة الأمريكان، كل الأنظمة اللي انهارت، كل الأنظمة باستثناء القذافي، كل الأنظمة اللي انهارت كانت حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، حليفة ولم تحمها لا نظام زين العابدين بن علي ولا نظام مبارك. أنا سمعت ترامب بيقول لو بدك أمان ادفع، ودفعوا ولا اعطاهم امان، اعطاهم امان. طب ايوه في زياده بالجنود. اذا كانت امريكا لم تستطع ان تحمي قواعدها ببغداد وانضربت، وهي كان نموذج امام العرب كله اللي متغطي بالامريكان، هاي نتيجته انه بظلم انضرب وبتبهدل. انا اقول لك ان الان، وهذا الكلام بكرة اليوم راح يأخذ وقت لأنه الدول العربية بدهاش تعمل توترات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بس راح أقول لك مع الوقت كل هاي بتسقط وبتتغير كل السياسة. ليش؟ لأنه أمريكا كذبت على العرب، أمريكا لا تحمي العرب، أمريكا لا توفر غطاء أمني، أمريكا فقط بتبعبع، أمريكا قاعدة بتشتغل وبتنتج سياسات يمين وشمال، ومرة مع إيران ومرة ضد إيران، مرة مع هذه الدولة ومرة ضد هذه الدولة. هذه الأكذوبة الأمريكية راح تنتهي بعد صفقة القرن، وأنا أقول لك لم يعد يستطيع العرب أن يغطوا على السياسة الأمريكية. أنا ومن يغطي أنا على السياسة ما بشوفك الأشياء راح يدفع ثمن. أنا بشوف الأشياء إنه العرب كمان قلت وسأكرر سائموا من القضية الفلسطينية، ما بتجيب له إلا الويل، ما بتجيب له إلا الويل. نطالب العرب أن يحاربوا عنا، إحنا نطالب العرب بأن يلتزموا بالقرارات اللي هم جابوا لنا إياها على القمة العربية فقط. كان في مبادرة سعودية، شوف السعوديين كانت في العلاقة بين الحجاز، الملك الراحل، بين الحجاز الفلسطينية. كان في علاقات بين الحجاز والحركة الصهيونية، اتفاق فيتسمان فيصل كان يعني قبل ما أنا خلقت وقبل ما أنت خلقت، مظبوط نتنكم، مظبوط أم لا؟ طيب شو دخل هاي بالموضوع؟ الموضوع إنه العلاقات الإسرائيلية مع الخليج، مع الحجاز، مع الأردن كانت يعني عتيقة ومن زمان، الآن تطورت، كانت وراء الكواليس، كان في مبادرة، كانت سرية، الآن الخروج من السر إلى العلن وبخطوات تدريجية. ومثل ما شفنا هلأ القرار الأخير، شفنا من يومين سماحة يعني الشيخ محمد العيسى هو رئيس الرابطة العالم الإسلامي
وهو و12 شخص من يمثلون مليار شخص مسلم يمثلونك ايضا، الا اذا انت تتبرأ منهم هذا شيء ثاني. كان في بيناتهم واحد شيعي لبناني سماحة الشيخ محمد علي الحسيني. 12 مسلمين شيوخ زاروا اوروبا، زاروا معتقلات النازيه. يعني هذا قال اوكي هذا لليهود بس هذا ليش ما عملوها من قبل؟ لا 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 هذا موضوع اخر. لا 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 اسمع هذا زاد الموضوع، هذا استغلال، يجب ان ترى الصوره الكامله، كارثه وتسييسها بشكل يعني سخيف كما تفعل اسرائيل واستغلال اسرائيل. اسرائيل لا تعيش بتحكي عن الموضوع، بس اسرائيل ما خصها هاي يا سيدي. وليش هلا مشكلة بين العرب واليهود دكتور عيدي؟ في علاقات مع اليهود برا. وليش هلا بس هلا يعني؟ ولكن لا مشكلة بين العرب واليهود. شو المشكلة؟ هلا ولا بس من هلا زاروا؟ احنا بنحكي عن اشياء ما لها علاقة بهاي، هاي اللي حصل. احنا الشعب الفلسطيني طيب دفع ثمن الكارثة. نعم. شو خاصة؟ لا سيد أشرف، لا احنا ضحية دكتور إيدي. ألا تعتبر المملكة العربية السعودية إسرائيليا بأنها دولة معادية؟ كيف تسمح دولة لمواطنيها بزيارة دولة معادية؟ حتى اللحظة لا يوجد توقيع اتفاقية سلام، وأنتم تقولون بأنها دولة معادية لم تزل من قوائم الدول المعادية السعودية. لا طلعت على حد علمي، طلعت هناك دول عدائية مثل مثلا ممنوع أنا أزور ليبيا، لكن هناك دول عربية لا دبلوماسية، لا علاقات دبلوماسية معها، فينا نزورها مثل المغرب، مثل تونس، يعني بس منا عدائية. عراق دولة عدائية، السعودية لا. شو شفنا أي خلاف معي أنا مع السعودية؟ أي خلاف في معي أنا ضد السعودية؟ أما أي خلاف في بين السعودية وإسرائيل؟ ما في خلاف، نحن أخوة، نحن أولاد عام، لدينا إبراهيم هو جدنا، هو الأب للمسلمين وأب لليهود. أنا لي ديني وهن لهم دينهم، ولماذا يعني لازم يكون في خلاف؟ أنا أعتقد أنه السعوديين الآن فتحوا عيونهم وصاروا يشوفوا الصورة الكاملة، وشافوا الفساد بالسلطة الفلسطينية، وشافوا الفلسطينيين، شافوا الشتائم الفلسطينيين. كل يوم بيطلع لك واحد فلسطيني بيشتم السعودية. نحن لا نشتم السعودية. يمكن أنت لا، بس أنا أفرجيك هلا بتويتر. أنا أقول لك هناك القيادة الفلسطينية، القيادة الفلسطينية علاقتها مع السعودية علاقة جيدة، علاقتها مع كل الدول العربية علاقة جيدة. نحن لا نشتم السعودية، نحن نعارض أي سياسة تمس بالقضية الفلسطينية. وأنا أقول لك في نهاية المطاف، هاي الرتوشات اللي بتعملها هون وهون وبتفكرها إشي كبير لن تغير مواقع الشيء. الحرب والسلام يقرر هنا. الشعب الفلسطيني هو الذي يمنح السلام والأمن لإسرائيل، وليس لا السعودية ولا أي دولة. الدول العربية داعمة للقضية الفلسطينية، ولكن من يصنع السلام أو الحرب هو هنا الشعب الفلسطيني مع إسرائيل. هذا قبل صفقة القرن كان عندكم أوباما. صفقة القرن راح نشوف أوباما كان في عنده شوية إنصاف، لأنه هو تبنى خطة للي عمل السلام على أساس 2-4-2-3-3-8 والخط الأخضر حدود 67. أنتوا إجا ترامب نسفها. أنا أقول لك راح يروح ترامب ويرجع الأمريكان للأولانيين. تفكرش أن إذا انتهى الجمهوريين وإجا الديمقراطيين، أنت سمعت كل المرشحين الديمقراطيين بدون استثناء برفضوا صفقة القرن وبرفضوا السياسة الإسرائيلية الاستيطانية وبرفضوا الضم كلهم. لا يوجد أي مرشح ديمقراطي. وهذول بالمناسبة غالبيتهم يهود، يعني مش هذول الناس معادين لليهود، ولا زي ما بقول لك معادين للسامي. ما بقول لك هم مصنفين الناس صنفين، معادي للسامية من ينتقد إسرائيل، ويهودي كاره حاله اللي بيحكي عن جرائم إسرائيل. هلا في حقائق على الأرض. طب ما الهدف دكتور إيدي من السماح للإسرائيليين بالدخول للمملكة العربية السعودية؟ يعني هل يوجد موافقة سعودية؟ الهدف هو أول شيء يعني الشباك الإسرائيلي، الأمن العام الإسرائيلي، لما الواحد بيجي بالسعودية، السعودية يعني ما لنا دولة عدائية، ما نعمل له تحقيق وين كنت، شو عملت، مع مين أكلت. يعني صار في بداية يعني علاقة وديدة بين إسرائيل والسعودية، والسعودية يمكن ما تقبل. أنا ما بعرف إذا قبلت، يعني هلا ما سمعنا شيء رسمي، ويمكن ما نسمع شيء رسمي، والإسرائيليين سوف يدخلون مثل تونس.
تونس، تونس الرئيس التونسي اشتغل على وتر الحساس، قال سيمنع الإسرائيليين، اليوم لم يمنع الإسرائيليين وهلا كلهم نسيوها. يعني في اشياء السياسيين حنكين يعني لا يقولون بيطنشوا مثل ما بيقولوا وخلص القصة بتبرق. هذه هي بداية، ان اذا سألت هذه هي البداية. في رأي عام في تونس، في رأي عام في المغرب، راحت زيارة وفد إسرائيل على المغرب وقوبلوا باحتجاجات وطردوا من القاعة وصارت قصة كبيرة. هذا كان شيء كان رسمي لا لا بس لا ما كانش رسمي سياسيين بس مش رسمي سياسيين مش رسمي. أنا أقول لك الرأي العام في الدول العربية لا يقبل التطبيع مع إسرائيل طالما إسرائيل محتلة للأراضي الفلسطينية. صحيح أنا موافق معه الرأي العام. وهذا الكلام وهذا يعني الكلام بيجي عن كل من يذهب العربي الوزير الفلسطيني السابق، شكرا جزيلا لك وشكرا وصولك دكتور إيدي كوين باحث والمحلل السياسي الإسرائيلي. بهذا مشاهدي الكرام وصلنا إلى ختام هذه المناظرة اليومية، أشكر لكم حسن المشاهدة وإلى اللقاء بإذن الله.